احساسه بالمشهد ده ايه، واللي فاكره واثر فيه ازاي وهو بيمثله فعلا. مساء الخير يا استاذ يحيى، مساء الخير والف مبروك على مش عارفه اقول لك ايه، قنبله فرقعه ولا ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيب يا دكتور. الف سلامه عليك وبعد الشر عليكي مليون مره، ويا رب طول العمر والصحه كده وتفضلي تمتعينا ووسطينا على طول. شكرا. الف شكر يا دكتور يحيى، ومتهيالي النهارده اكيد حضرتك تليفونك لم يتوقف بعد مشاهده المسلسل. مفاجاه دراميه كبيره جدا، امتاع في الاداء بشكل يمكن ما سبقش له اي مثيل. شهادتي مجروحه في اداء امي، انما عايز اقول لحضرتك ان حضرتك لا مش مجروحه، اقول بقلب قوي. الدنيا كلها قالت يعني مظبوط. يعني هو الاستفتاء طلع ان ماما افضل يعني ممثله على مستوى الفضائيات والارضي. انا بقول لها وحضرتك طبعا برضه مدام كريمه، يعني ادي السر اللي انا بكلمك، قلت لها شفتي انت طلعتي افضل مزه انا حلوه مزه دي على فكره بالنسبه لي انا قوي. يعني انا لو حد قال لي يقولوا لي ايه يا ابن المزه صح، حلوه دي في العيد يا ابن المزه. الله يخليك دكتور يحيى. هو في موقف انا اعرفه وعايز اشكرك عليه، ويا ريت ان المشاهدين يعرفوه، ان حضرتك في فتره كده ايام رمضان في الاوائل رحت عملت زياره لماما. نعم قلت لك خليها تطلع في بعد الحلقه الثلاثين. لا ده موضوع تاني. ده لا الموقف ان حضرتك الحقيقه رحت لها في البيت. ايوه في لفته انسانيه وقبلت ايدها وخدت لها هديه. اولا هي كانت وحشاني فانا كنت بتلكك عشان اشوفها كويس بصراحه يعني كويس. والهديه كانت الصوره اللي انا كنت دايما طول الوقت معلقها، فدي كانت عزيزه عليا قوي كمان. يعني فحسيت ان دي احلى يعني حاجه بالنسبه لي انا، كانت مهمه الحقيقه. انا ما كنتش بشيلها على فكره في البيت كمان يعني طوال فتره، حتى قبل ما نبدا تصوير. يعني انا عملت السلسله دي بالصوره بتاعت ماما وعلقتها في صدري وفضلت معايا طوال فترة المسلسل. تمام. تمثيل الدور. وهي عزيز عليا برضو قوي والله يا دكتور يحيى. لا ربنا يخليك. ما تصورش يعني. دكتور يحيى أنا عارفة إن في رسالة جات لك النهاردة على الموبايل. الله الله الله. غير رسائل كتير أكيد ومكالمات كتير. صحيح. هل كنت متوقع رد الفعل الغريب اللي في الشارع المصري، كم المشاهدة، الإعجاب، التقدير لكل عناصر المسلسل، وخصوصا بصراحة مش علشان أنتوا معانا، ولكن الأداء، أداء حضرتك وأداء ماما نونة. هو الواحد يعني أنا بتهيألي إحنا بنعمل كل ما نستطيعه يعني، وبعد كده حكاية النجاح وقدره ودرجاته بيبقى متروك للناس والظروف وكل حاجة. لكن اللي أقدر أقول عليه إن يعني حرفيا يمكن ال 29 يوم مخدمة على اليوم ده. يعني لو ما كانش حماد عزه ما كانش يعيط بالشكل ده، حتى لو كان بيحب أمه للدرجة دي. يعني قدر يمكن انتوا كمان ما كنتوش اتاثرتوا كده. صحيح. ان انتوا عارفين ان زي ما يكون سند هو نفسه تهاوى. يعني ما هو مش بيعيط عليها بس، يعني في مشهد انا بيني لما ببص لها في صوره بقول لها اهو انت دلوقتي اللي غلطانه. ما حدش يقول كده غير حماده. صحيح. ولما راح اكل البليله وبقى فقد السيطره تماما على نفسه، المشهد ده اعتقد ان هو كان من المشاهد الغير برضو مسبوقه في الدراما بتاعتنا. ده عالمي. صحيح. على فكره انا عايز افكر حضرتك لما رحت لماما البيت. معلش بقول ماما غصب عني. ايوه معلش. انما هو الناس بتتكلم دايما على سر العلاقه الكيميائيه او الكيمياء اللي ما بينك وما بين ماما نونا، لدرجة انه خلاص ما بقاش فيه تمثيل، بقى فيه تلقائية وسلاسة. أيوة. وشيء من الاندماج التام خالص. لما رحت لها البيت قلت لها عبارة يا ريت حضرتك تعلق عليها. أتفضل. قلت لها انه ما كانش ينفع يعمل دور ماما نونا الا كريمة مختار. هو لا هو مش بس كده. هو انا من ما انا بتابع الكتابة من الاول خالص، الفكرة والحدوتة كانت في دماغ المؤلف يوسف معاطي. وبدأ يكتب وأنا يعني بيقرأ لي اللي بيكتبه أول بأول. جيت في الحلقة العاشرة من وقلت لهم، كان معانا المنتج، قلت له دلوقتي لازم مدام كريمة مختار
تتعاقدوا معاها والا هنوقف المسلسل. ياه. اه طبعا، لان ما كانش ينفع حد تاني خالص. وباينه الحكايه على الورق. فدايما انت عارف ايه، اوقات يقول لك ده سنجل نوت ذا سونج، يعني يعني لو ما حدش يقدر يعمل ده يبقى طب بتعمله ليه؟ فهي دي الفكره. تمام. وفعلا مدام كريمه تفتكر ان هم راحوا لها قبل خالص ما يخلص السيناريو، وفعلا تعاقدوا معاها. دكتور يحيى، يعني معلش لازم نتكلم معاك عن المشهد اللي النهارده الناس عيطت عليه. لانه حقيقي انه خلال مشاهده المسلسل كله من اول يوم رمضان واحنا حاسين انك مش بتمثل، انك يعني انت فعلا في توحد مع الشخصيه غريب. صحيح. لكن يمكن وصل للقمه في المشهد بتاع النهارده اللي كان فيه السي دي والقلم. انا نفسي اعرف وصولك واحساسك بالشخصيه وتوحدك معاها، ابتدى من بدايه قرايتك للسكريبت وبدايه ما ابتديت تشتغل، ولا اثناء التصوير وتصاعد مع التصوير، ولا ايه؟ لا، هو بيبقى دايما اثناء السكريبت وقرايته المتكرره، يعني انت بتتخيل بتحس الشخصيه وبتتمثلها، لكن لا يمكن تتنفذ غير وانت في البلاتو. يعني وانت بتشتغل يعني. صح. وطبعا لازم اقول كلمه، لو ما كانتش كلمه المختار اللي بتطلع ماما نونه ما كانش ممكن يبقى حمد عايزه كده. يعني هي مجرد ان انا ابص في عينيها، لو ما كانتش ماما نونه لا يمكن انا ابقى حمد عايزه. قصدك انك حسيت انك ابنها فعلا؟ طبعا. انا عايز اقول لمعتز حاجه كمان، يعني لا ده انا غيران قوي. لا اسكت 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 ماما. لا ده انت هيشاركك فيها العالم كله. ده شرف ليا. يعني مش امك لوحدك ابدا. بس يا دكتور يحيى هقولها لك على الهوا مباشره كده، عشان دي اول مواجهه تحصل ما بيني وما بينك. ايوه. انا ولا 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 باخد معلقه العسل الصبح، ولا معمول لي رنه في موبايلي قوم يا معتز، قوم يا قوم يا طعم، والله قوم يا قطه، خلي بالك من الحاجات دي عشان في هنا نفسانه جامده. ايوه. حتى ماما، حتى الالم النهارده كان فيه حنيه شويه. انا الحقيقه حاولت. صح. مدام كريمه هي بطبيعتها حنينه قوي، ام حقيقيه قوي، وكانت حامله هم الالم ده جدا. وانا الحقيقه حتى اضطريت ادوس، لان انا قد ايه كنت، هي كانت حامله هم المشهد ده لدرجه انها اجلته كذا مره. يعني كذا مره يبقى هو محطوط في الاوردر وتيجي تقول انا تعبانه النهارده بلاش، وانا عارف انها بتهرب. ففي الاخر قلت لها لا مش هينفع بقى، شوفي انت نعمل المشهد ده وتروحي تستريحي. وكنت متعمد ان انا حتى لما بقول الكلام الجارح ابص في عينيها قوي عشان يعني الألم يبقى جامد يعني. ومع ذلك يبدو انها ما قدرتش قوي للدرجه دي. لان الاول الألم ده هو الفيصل، يعني هي اللي عمرها ما ضربته وعمرها ما شخص فيه، كان لازم اقول لها كلمه جارحه زي انت كبرت وخرفتي والكلام اللي انا بقوله قلته من ورا قلبي، معلش بس قلت اقوله لحظتها وخلاص، يعني كلام المستفز ده مستفز وقاسي. بس دكتور يحيى تخيل، يعني لان كلام حضرتك لما قلت ان لما قريت السيناريو قلت ما حدش هيقدر يعمل الدور غير ماما كريمه. بالظبط كده. تخيل انا فاكره منها كلمه كان معناها انها كانت يعني عندها يمكن قلق او نوع من الخوف انها تمثل معاك. لا ازاي، احنا مثلنا مع بعض كتير قوي وانا بحب امثل معاها، واعتقد هي كمان. لا 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 خوفي. بس انا دكتور يحيى في سؤال والنبي عايز اساله لك. اتفضلي. لان النهارده واحده اسمها مها كلمتني من اسكندريه. ايوه. بتقول لي الوقت هو انت متي وانت غضبانه عليه. لا عمر الام على فكره. انا قلت لها ان انا بدليل انها طلعت تجري وراه على الباب وبتنده عليه. ان هي لو غضبانه ما كانتش جريت وراه كده ولا ايه؟ هو في مثل كمان بيقول ادع على ابني وقلبي يقول بعد الشر عليك. صحيح. ده صحيح. لكن هي المشكلة هي الدرامية الحقيقة، وعملها يوسف معاصي بحزق حقيقي يعني ولؤم. هو انه ما لحقش يقول لها، يعني هو كان عنده ان العالم كله يعرف انه مجرم هذا
مجرم يعني، لان ده بيعمل عمله فظيعه، وده الغرض من المسلسل كله انه الدلع في الاخر ممكن يوصل لايه؟ انه يبقى خاين مش بس للام، لبلده يعني، وصل للدرجات دي يعني، اقصى انواع الجرم يعني وصل له حماده عزه بالظبط من الدلع ده يعني. لكن هو دي المشكله الحقيقيه، هو ما رضاش يصدق لانه كان يتمنى انه يعني لو كان بعد الشر عليها يعني توفت وهو موجود، ما كانش القسوه قسوه اللحظه بقت كده ابدا، وما كانش يرفض موتها يعني، مش عايز يصدق طول الوقت، مش عايز يصدق انها انه حصل ده يعني. على فكره دكتور يحيى، احنا عارفين ان حضرتك مرتبط بحاجات كتيره، بس وجودك معانا في وجود ماما نونا، فيبقى عندنا حماده عز وماما نونا في نفس البرنامج، عايز اقول لك مسبب لنا حاله ما عندكش فكره قد ايه من السعاده. الله يخليك. حاله كول على الاخر. الله يخليك. هي هتتخانق معايا بعد شويه تقول لي ليه بتقول كول، على كل حال مش مشكله، انت عارف ماما ما بتحبش الحركات دي. ايوه. انما على كل حال ما بتحبش كده. على كل حال انا عايز اسالك على حاجه مهمه جدا، بالمناسبه بس يعني دموعك النهارده كانت غاليه علينا قوي وكانت حقيقيه زياده عن اللزوم، يعني عايز اقول لك احنا كلنا رجاله وكبار وصغيرين و كله عيط، انما ماما بتقول ان هي انت كنت صعبان عليها جدا وهي بتوكلك الكوارع في بقك. ايوه لانها كانت بارده ومش مملحه واوحش كوارع، موضوع الكوارع ده في حياتي. يا ساتر يا رب. اوحش. لانها قاعده كده من الصبح يعني، صورنا اخر النهار. وفين الانتاج يا دكتور؟ ما هو بقى يعني هيقول لك هنروح نجيب. معلش. ما هو ده حماده عزه برضه. ماشي حالك. ايوه. ماشي حالك. يعني مش متدلع قوي يا دكتور برضه زي حماده عزه. طبعا خالص. برضه. مش متدلع. على العموم ما اكيد طبعا. احنا النهارده شفناك يا دكتور يحيى وفي اخر مشهد وانت ماسك السكينه والناس نفسها تعرف هيحصل ايه. انا متاكده طبعا انك مش هتحرق لنا حاجه. انا بس بطرح السؤال يعني. بس هو بكره في مفاجاه. اكتر الحقيقه من مفاجاه، بكره حلقه دسمه جدا، ساعه كامله يعني، مش حلقه عادي. الحلقه الاخيره بكره ساعه. يعني هي دي اخر حلقه، اخر حلقه بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الساعه كام يا دكتور تقريبا تعرف؟ انا مش عارف للاسف. لا. ده مشكله. ده انا النهارده حتى ما عرفتش اشوف الحلقه غير متاخر قوي يعني. معلش، هي عموما هي بتتعرض طول اليوم على اكتر من محطه، فضائي وارضي، فاكيد هيعرفوا ان شاء الله. مفيش مشكله. شكرا ليك جدا. بنشكرك قوي يا دكتور يحيى، وبنبارك لك مره ثانيه والى الامام باستمرار. الله يخليك. وشكرا على مسلسل جميل ما فيهوش مط. اشكرك، وكل سنه وانتم طيبين.